ومن الموت الصغير نرود الأرض، نذري في كل شط قرانا، نتحدى الدنيا شعوبا وأمصارا، ونبني أن نشأ لبنانا. ومن إذاعة صوت لبنان، حكاية الانتشار اللبناني. كفى ارفعوا أيديكم عن لبنان، الصرخة للانتشار اللبناني بكل أرجاء العالم، الموجوع من يلي عم بيحصل على أرض وطنه، وطن الأم، وطن تركوا بالجسد ولكن قلب وعقل بقيوا مغروسين فيه، وهالشي عم بيتظهر يوم بعد يوم من خلال تحركات ومظاهرات أمام السفارات بالخارج للمطالبة بوقف الحرب، ومن خلال الهبات وأطنان الأدوية والمواد الأولية المرسلة من قبلهم لتأمين الرعاية الصحية الطارئة للأهل والأصدقاء بهالبلد الجريح. حكاية الانتشار اليوم بين البرازيل وفرنسا للإضاءة على حجم المساعدات يلي عم ترسل إلى لبنان وتحركاتهم بالخارج. المشاهدين والمستمعين فيكن تابعونا بالصوت والصورة عبر vdl.me والأبليكيشن، مواقعنا على التواصل الاجتماعي Voice of Lebanon 100.5. بداية رح ننتقل إلى ساو باولو مع الرئيس السابق للجمعية الطبية اللبنانية البرازيلية الدكتور روبير نمر. صرت معنا دكتور؟ بونجور، أنا هون، مرحبا، كيفكم؟ أهلا وسهلا فيك. سلام سلام. يعني أنا مع بداية هالحلقة اليوم بدي أرجع بالذاكرة لورا سنة، حضرتك كنت موجود بلبنان، كان في مؤتمر لكم بلبنان واستضفناك معنا. شو نشاطاتكم كجمعية طبية لبنانية برازيلية وشو شعوركم اليوم للشي اللي عم يتعرض له لبنان؟ السنة الماضية أنت معرفت مقابلة معك واشتركنا كنا بالمجتمع الاجتماعي الطبي برازيلي ببيروت. طلعنا من بيروت بثلاثة، أنا طلعت بثلاثة أكتوبر، لسوء الحظ بعد كم يوم صارت هالمشاكل. هالسنة عملنا مجتمع الطبي بسان باولو بسبتمبر، وعساس إنه سنة هون وسنة بلبنان، وكنا مقررين إنه سنة الجاية بلبنان إن شاء الله الظروف تسمح بهالإشي. أنا لبنان هيك على طول ما بنعرف شو المستقبل وشو كيف سنة الجاية، ما فينا نقدم نفكر شيء لقدام، كل شيء بسيعته لسوء الحظ. قبل ما ندخل بموضوع حلقة اليوم والمساعدات والهبات يلي جمعتوها لإرسالها إلى لبنان، هيك بدنا نعرف دكتور روبير نمر بالجمعية الطبية اللبنانية البرازيلية، عدد أعضاء الأطباء الموجودين بالبرازيل، شو نشاطاتكم؟ الجمعية الطبية اللبنانية برازيلية بلشت الفكرة سنة 97، مغتربين جديد من لبنان عملوا طريقة انه يوصلوا المتحدرين من اصل لبناني هون، الاطباء يكون له اتصالهم بلبنان ونعمل علاقة بين البلدين وبين بالطب وبالوطن. بعدين الجمعية صارت تكبر اكثر واكثر من شي 8 سنين لهلا، صرنا نعمل انشطة هون عندنا كل سبت، ايه سبت لا، بنشوف المهجرين من دول العالم كل نهار سبت، بنشوف 60 70 مريض، عندنا اجتماع طبي، عندنا اجتماع ثقافي مره بالشهر من جمع الاطباء كلهم، حاليا حوالي 700 طبيب. وكان عندنا المشروع المؤتمر الطبي اول واحد صار بيروت، وهلا هالسنه صار بالبرازيل على أساس انتجاه إذا الله راد ما عملوا ببيروت من جديد حسب الظروف. الجمعية الطبية اللبنانية بلشت بسان باولو، بس عملنا فتحنا فرح بغير مقاطع قطاعات بالبرازيل، إن شاء الله تشمل البرازيل كلها. عملنا زيارة على عدة مستشفيات وجامعات بلبنان، وجبنا كم تلميذ لهون، صار يجي إجا كم تلميذ لهون يتعلموا، ومن نعمل اتصال طبي بين لبنان والبرازيل، وإن شاء الله الظروف تسمح لنا على اتصال دائم مع الأطباء والطب اللبناني، ولازم هون البرازيلية عارفة إنه الطب اللبناني كتير قوي،
بلبنان كمان يعرفوا أن الطب البرازيلي بمستوى أوروبا بمستوى أمريكا بكل الفروع. ذكرت دكتور روبر نمر 700 طبيب، في كتير قسم يمكن خلق بالبرازيل. الأكثرية خلاني بالبرازيل، ما نحسب شيء 10-15% خلاني بلبنان والأكثرية خلاني بالبرازيل. بس هيك شيء، هيك جمعية بتجذب المتحضرين من أصل لبناني على أصلهم، على وطن أهلهم، وطن جديدهم. هون في second and third generation، في بس في كلهم عندهم علاقة فوق الطبيعة مع لبنان. هلأ يعني هلأ كلهم متوترين، كلهم منرفزين بهالإشي اللي عم يصير. على طول بنكتب بالواتساب مع الجروب تبعنا، نحكي بالنسبة بنشرح لهم إشي عن لبنان. وهلأ خبرتهم على المقابلة وطلبوا مني بعدين ترجمة للبرازيلي، بشوف إذا بعدين ترجمة لكلهم يحضروها. يعني هيدي الأطباء اللبنانية عندهم علاقة كتير في أكثر من غير فروع حتى بلبنان، بسبب الإنسانية، بسبب المساعدة اللي عنا، بسبب كل شيء. وإن شاء الله هيديك المرة بهالمؤتمر أخذنا شيء 60-70 طبيب أكثرية فلانين هون يتعرفوا على لبنان وانبسطوا بلبنان. وإن شاء الله الظروف ترجع من جديد، لأنه هلا طبعا اللبناني اللي خلقان هون بلبنان مثلي أنا ومثل أصحاب اللبنانية خلقاني هونيكي، إذا شو وقفت الحرب بعد شهرين ثلاثة بروحوا سور لبنان. بس الخلقانين هون بده يطولوا شوي، بخافوا شوي على الظروف وما بعرف. نرجع نشتغل كثير لنرجع نرجعهم يزوروا لبنان من جديد، وإن شاء الله خير إن شاء الله خير. ذكرت إنه في طلاب عم بيروحوا على برازيل يكفوا علمهم أو بمجال التخصص، بأي مجالات؟ وهل هالشي نتج عن زيارتكم الأخيرة للبنان والمؤتمر يلي عقدتوه ببيروت؟ طبعا نعم. المؤتمر عارف المؤتمر اللي عملناه للتلاميذ اكثر شيء للطلاب، طلاب الطب بلبنان، وكان في علاقه قويه بين المسؤول المدير العلاقه مع الاطباء مع الطلاب دكتور ادمون بركات. عمل اجتماعات مع عده جامعات وصار يجي بلش يجي تلاميذ على اساس هالمجتمع الطبي. كنا الاجتماع الطبي اللي عملناه بسبتمبر كنا معزوم اللبنانيين يجوا كثير كثار، بس لسوء الحظ الظروف ما سيأبي. بس اجى مشان طب التجميل، مشان طب الجراحه، جراحه القلب. انا حكيم عيون كمان بالمستقبل بنشوف نجرب حدا يعمل اختصاص، اذا ما فيش يجي سنتين ثلاث يجي شهرين يعمل تمرين بشي تخصص. وبعدين إذا بده يعمل مثلا ريزيدانس هون يعمل تخصص عام بده يقدم طلب ونحن بنساعده وبنشوف بأي طريقة بنخليهم يجوا لهون، لأنه الطب هون بالبرازيل حياة بكل الظروف بكل الاختصاصات كثير قوية وبتسمح للطالب يتمرن حتى أكثر من غير بلاد، لأنه عندنا مجال تمرين فعلي كثير قوي هون. دكتور روبر نمر، شو اللي بيخلي اليوم اللبناني البرازيلي يعمل خلية أزمة لمساندة أهله بالوطن الأم؟ الحملة يعني أولاً هلأ بالإنترنت ما حدا ما في شيء مخبى، كل شيء بنشوف، كل شيء نشوف هالوحشية اللي عم تصير بالضرب على لبنان. قبل كانت على فلسطين على سنة وهلا على لبنان، يعني ضرب بشوفوا حتى على المستشفيات، حتى على شو بسموها الصحية. والمرأة الطلاب والأطباء هون بيصير ينرفزوا بيعملوا نعمل شيء مش معقول يعملوا الأشياء. وطبعا نحن من أصل لبناني أكثر شيء بصير نعمل حملة قوية بالإذاعة وباليوتيوب بالأخبار بالجروب تبع الواتساب مشان نعمل حملة مساعدة للبنان. وبعدين بما عملنا كنا عاملين حملة أيام فور بيروت بس انفجر، صار عندنا خبرة قوية بهالأشياء وصاروا يتصلوا فينا مشان نعمل هالأشياء. والعالم كله بدها تساعد اللبنانية خاصة المتحدثين مصر اللبناني، بس كمان البرازيلية بده يساعدوا لأنه ما بيتحملوا هيك مناظر، هيك قتل، هيك تهجيم.
وبيعرف انه لبنان كان عنده كريز كبيره بقى كان عنده مشاكل زياده، يعني كل ما يصير مشاكل المشاكل بتزيد، وهلا الحرب بلبنان زادت الوجع كثير. بعدين ما بعرف هلا بحكي عن الحملات اللي عم نعملها ولا بعد شوي، بس مشان هيك العالم كله عم يصير ينطروا حملات، شو بدنا نعمل شو بدنا نعمل. بعدين في حملتين قويه هون، وحده بالريو جانيرو مع الانصليه اللبنانيه بالريو جانيرو. هلا رح يطلع معنا الاستاذ روجي حنا باسيل ويخبرنا عنها ايضا. ايه لانه ما اتصلوا معي من الانصليه، مشان انا الحكيم المسؤول انا وجورج خليل، مع انه انا بسان باولو هن بالريو، بكل الحملات تبع الانصليه اللي عم نبعتها على لبنان بعتنا 11 طن ادويه، وفي حمله هون قويه كمان بسان باولو اسمها اونيدوس بيروليبان، واذا بدنا نفسرها على العالم يعني معناتها سوا مشان لبنان او متجمعين مشان لبنان. هيدي هون تبع ريو جانيرو، عم نجيب تبرعات من المصانع الادويه، بسان باولو مثل ما بقول عندنا هالونيدوس بيروليبان سوا مشان لبنان، مع السفاره البرازيليه مع السفاره اللبنانيه بالبرازيل، الانصليه سان باولو، مع عده جمعيات بسان باولو مشان تبرع مصاري، حاطين حساب مشان التبرع، وبهالمسيرات عم نجمع الادويه والمواد الغذائيه اللي بعتوا كمان. يعني اللي عم نشوفه ايضا انه السلطات البرازيليه ايضا عم بتكون داعمه لكم. بس وصلت اول طياره من مدنيين ناس البرازيل اجوا على سان باولو، انا رحت على المطار واستقبلتهم على المطار مع الرئيس لولا. يعني كثير متاثرين البرازيليه بهالشيء اللي عم بيصير، وحتى حكيت مع الرئيس لولا وقال لي اسرائيل ما فيها تعمل هالشيء، مش معقول تعمل هالشيء عم تعملها. الكل متنكرين، مع انه المجتمع البرازيلي كمان مش رح نقول لك 100% مع اللبنانيه او مع الفلسطينيه. لبنان بحرك، لانه هون الجاليه اللبنانيه كثير كبيره بحرك المجتمع البرازيلي كثير اكثر. بس في كمان بسبب الدعايات الغربيه بالغرب كله بيدافعوا عن اسرائيل والاشياء، في ناس بيصدوا هالاشياء انه ناون لبنان اللي سبب هالمشكل، والمشكل مش رح ندخل بالسياسي بالشيء. قديه بتقدروا تشكلوا قوه ضغط كمنتشرين من اجل التغيير بلبنان؟ بالنسبه نغير بلبنان ولا نغير هون؟ لا بلبنان. ايه طبعا لازم نضغط كثير على لبنان. يعني انا بقول لك شو، من متي كنت انا بقرا على طول، بتعرفي انا بقرا على طول كل يوم الاخبار من لبنان بالجرائد اللبنانيه والتلفزيون والستريمينج كله، وبس يعني رغم كل هالشيء بعدنا بنلاقي السياسي عم يتحدث وعايش مثل كانه ما صار شيء، مين بده يكون رئيس، مين بده يكون رئيس، ما بعرف شو. يعني تضييع وقت، يعني لازم هلا تجتمعوا كلكم سوا كلبنانيين، لا كحزبي ولا كدين ولا كشيء، كلبنانيين الكل يقعدوا يجتمعوا ويقرروا شو بده يعملوا بهالدوله. مش معقوله كلنا نرجع لورا، وال يعني قلت لها انا مرتي قلت لها مش معقوله لبنان ما فيش موضوع الا ما يتقاسموا بين بعضهم، لازم نخلص هالاشياء ولازم نجتمع كلنا مع بعضنا، والجاليه اللبنانيه بالعالم كله بدها تضغط على هالشيء، لانه نحن قادرين تاثروا على دول القرار، على الدول الموجودين انتم فيها هون. نحن بالبرازيل هون يعني الدوله البرازيليه 100% 100% مع لبنان، 100% مش 5% مش 95 100% مع لبنان كدولة كحكومة لبنانية كحكومة برازيلية. بس طبعا قوة البرازيل بالعالم مش سوء الحظ، هو بإيد واحد بس نعرف مين، أمريكا هي اللي بتأمر اللي بدها. بس في ضغوط عم تعملها البرازيليين، وهلا تنكر بالنسبة لصار بالأونيفيل وبالنسبة للاعتداء على المدنيين، وكل ما علي الصوت بالعالم كله كل ما هون هون صار كمان عملنا مصيري مشان لبنان،
لنخلي العالم يطلعوا فينا ويحكوا باسم لبنان. وهلا عم يشوفوا انه عم بيصير عداء فوق الطبيعه، يعني مشان تقتل شو مسلح تقتل 200 واحد حوله، بتقول بدي اقتل هذا الشيء، هذا الشيء مش طبيعي، هذا والعالم عم يتفرج. اي كلمه اليوم دكتور روبير نمر بتتوجه فيها من البرازيل الى اهلك بالوطن الام؟ اول شيء للبنان بقول شيلوا ايدكم على لبنان، تكونوا واحد، نحن بندبر حالنا بحالنا. بريد الخير والسلام للبنان، يطلعوا كل المتدخلين بلبنان بكل كل الدول المتدخله بلبنان، يتركونا واحد ونحن بندبر حالنا لحالنا. ولا اللبنانيه بلبنان بقول لهم ما فيش للبنانيين، ما فيش الا لبنان، ما فيش نحن ولا بعضنا. وهذا الشيء اللي صار، ما حدا ساعد المهجر الا مش المهجر النازح من محل لمحل الا اللبنانيه. الباقيين بيضحكوا علينا، بيقعدوا بيبعتوا لنا شويه كيلو ما بعرف شو، وهذيك بيحكي بالسياسه بيتدخلوا بسياستنا نحن. يعني كيف نطلب، بدنا نضلنا نطلب من دوله كذا وكذا يقرروا مصيرنا؟ نحن ما نقرر، صار وقته لبنان يصير دوله، أهلا. وطن ودوله وحكومه. اهلا وسهلا فيك دكتور روبير نمر، كنت معنا من ساو باولو. ميرسي، يعني ميرسي كثير. باقيين معكم بالبرازيل ولكن من ساو باولو إلى ريو دي جانيرو، معنا رئيس الاتحاد الفيدرالي للمؤسسات اللبنانية البرازيلية الأستاذ روجي حنا باسيل. صرت معنا؟ أهلين، أهلا وسهلا فيك. أهلين كمان، أهلا وسهلا فيك أستاذ روجي. قبل ما نحكي عن هال يعني مساعدات المتدفقة من البرازيل إلى لبنان، أول شيء بدنا نعرف بالاتحاد الفيدرالي للمؤسسات اللبنانية البرازيلية، مين بيضم، أي متى تأسس، شو بتخبرنا؟ الاتحاد الأندية المؤسسات اللبنانية البرازيلية بيضم كل الأندية، كل الأندية بالبرازيل بال 26 27 ولاية مع العاصمة. تأسست من منذ 50 60 سنة بالضبط، ودائما بتواصل. هالمؤسسة اللي الوحيدة اليوم اللي معترف فيها بين لبنان وبين البرازيل، إنه هالمؤسسة اللي بتعطي بتحكي باسم لبنان، باسم لبنان بهالمواضيع من هالنوع كيف؟ يعني المؤسسة الوحيدة اليوم اللي بتضم كل المؤسسات اللي كلهم بكل الولايات اللي معترف فيها رسميا، المؤسسة التي تعطي الكلمة الأخيرة بالوضع اللبناني، بالشأن اللبناني، بقصة المغترب اللبناني بالبرازيل. شو أبرز النشاطات بتقوموا فيها كاتحاد؟ كاتحاد اول كل شيء انه نجند دائما المتحضرين من اصل لبناني، يعني احنا صرنا بالجيل الثالث الرابع، انه ما ينسوا وطن الارض، ما ينسوا وطن اجدادهم، نعيش فيهم الذاكره، نعيش فيهم الوطن، نعيش فيهم تاريخنا، هذا اهم شيء. من اهم شيء الثاني كمان نرجع على اللغه، نفتح مدارس، نعلم لغتنا، وبهيك حالات نركض وننضم ونجرب نساعد قد ما فينا الوطن. ايه اهم نشاطاتنا، نحن ما عندنا نشاطات سياسيه، نحن كل نشاطاتنا اجتماعيه ثقافيه. زرت مؤخرا لبنان الصيف الماضي ولو كانت زياره قصيره، اي انطباع تركت عندك قبل اندلاع حرب اليوم؟ مثل كل مره، مثل كل عائله، مثل ما بزور لبنان، الانطباع دائما انطباع ايمان اكثر بالوطن، بشعبه، بأهليه، بالساعات الحلوة. لبنان عزيز، لبنان شعبه عزيز، كله شعب أخوي، كله شعب بحب الحياة، بحب الجوهر الإنسان. بقى دايما أنا بيجي من تبعات حلوة وبترجمها كلها هون للأندية، بكتب عليها، بوصلها، بوصل الصور، حتى عيش بالأشخاص هاللي إنه شو شفنا، داش لبنان حلو، داش لبنان بيشتقلهم، داش هن بينتموا بجذورهم لوطن عشاء جميل مؤمن. هذا كل شيء نحن، هذا اخر مره، كل مره هذا الانطباعات اللي بجيبها والوصله بحاول وصلها.
مع أنه الهجرة إلى البرازيل هجرة قديمة، ولكن شو اللي بيدفع اليوم اللبناني البرازيلي أنه يشعر مع أهله بالوطن الأم، أنه يشكل خلية أزمة بالخارج لدعم الأهل؟ نعم، بعد أن يعني صحيح أن من سنة 1880 أنا بقول 1860 أول مهاجر وصل على البرازيل، بس بعد أن جيل الثاني اللي إجا بعده عايش، بعده بيتذكر، يعني بعده بينبح حيوية لبنان. ونحن هذا المؤسسات تبعنا كلنا سوا عم بيعملوا بكل جهدهم إنه ما يميتوا هالبذرة، إنه ضل عايش فيهم الوطن، جذور أهله، جذور جدوده، بشو حلو الوطن. بقت من هالبيت، بس للأسف كلمتنا صغيرة بيجينا هيك نكبات. ما فيكي بقى تقول اليوم، أنا بعطيك مثل على أولادي، ما فيكي بقى تقولين إنه لبنان نعمة سماوية، لأنه بقول لك بابا ملك كيف، إذا بدي يروح ما فيه يروح. للأسف كمان لبنان، للأسف رجع بعيدة، بتأسف إن شاء الله ربنا يحمينا ويحمي الوطن، جذوره من كل ملاكي، من الشرق للغرب، من جنوب للشمال، ما عندنا تفرقة، يحميه من المصايب الكبيرة، حتى يضل الهجرة ضل حي، ضل تعرف إنه في وطن، ضل نجيب لهم أشياء حلوة، نعمل جروبات نوديها، نعطي يعني. هذا اليوم هيك لو كل مدة صغيرة، كل 10-15 سنة بيجينا نكبة، وهالنكبات عم بتأثر كتير علينا، عم بتأثر كتير وعم بتضعف الهجرة. وانتبه، بدي أقول لك عزيزتي إنه لولا من الهجرة، لولا من الاختراق، ما كان عندنا هالوطن بعده عم يرفع اجريه، وبعده عم يقاوم، وبعد عنده حيويه، وبعد عنده عايش هني وحسينيه. تصوري نحن عم بقول لك هلا، نحن من ريو دي جانيرو، بس من ولايه ريو دي جانيرو اللي هي اصغر الولايات، ودانا 11 طن ادويه بخلال 10 ايام، واليوم بالضبط رح نودي بعد طنين. اليوم بالضبط بيصالوا بعد بكرة على لبنان، اليوم رح نوصلهم على الطيارة وبيصالوا بعد بكرة. إذن تتعرف داش بعد المغترب وابن المغترب وعنده بعد عشق وبيحب الوطن، لأنه بتذكر جده جدوده، بتذكر داش كنا نحكي على لبنان، بعدنا نحن معايشين بقلب الأندية بكل جمعياتنا، الحياة اللبنانية، الطبخة اللبنانية، السهرة اللبنانية، بعضهم بيفهموها، بيحبوها، بيعشقوها. لهالسبب بعده الاضطراب قد ما يصير فيها نكبات، بعدنا نحن عنا إيمان بالوطن، ومنساعد الوطن بكل جذور، بكل معاني. وهذا الشيء، هيدا عم بقول لك من ريو، عنا سان باولو، عنا سفارة، يعني عنا أكثر من 20-25 طن. هني أدوية؟ أدوية؟ اضطرابية بالعالم. شو بتشمل المساعدات يلي اجت، يلي تخطت يعني المتوقع؟ هن ادويه من ريو دي جانيرو راح وبتمنى انه ترى ينعرف كيف تتوزع بالتساوي على كل المحافظات، لانه بنسال ما بيجي جواب. بعد مين عم يستلمها منكم بلبنان؟ مين عم يستلمها؟ صحه. نعم، مين عم يستلمها منكم بلبنان؟ نعم، هي عم تروح لوزاره الصحه. هون الخبر، نحن نطلب نتمنى ان وزاره الصحه بمسؤوليتها، ونحن بنعرفها وزير الصحه انسان كثير مميز وعندنا ثقه تامه فيه، بس تتوزع بطريقه ما تروح عشوائيه لمكان وتبقى لمكان بلا، لانه عم بيجينا اعتراضات انه طيب عم بتقولوا ما عم نشوف وين عم تودي. نحن عم نودي بقولها بصوت عالي وصرخه انه كل المساعدات عم تروح من البرازيل عم بتروح لوزارة الصحة، هي مسؤولة عن التوزيع، كيف وين بقش نعرف، بس نحن عنا إيمان إنه هالأشياء عم تروح بالمكان المناسب بالساعة المناسبة. هلا نوعية الأدوية اللي راحت من ريو دي جانيرو مثلا، نحن ودينا أنتيبيوتيك، ودينا كل شيء للمعالجة بالصرخة، ساعة بيصير والجرحة ساعة بيصير شيء من هالنوع، ودينا كل أنواع الأدوية كلها، ما تقولي لي شو، كل أنواع الأدوية أكثر من 12 صنف، وإذا التزم الأمر نصور لك
الفتير تبعها والحكمة رح يعرفوا لشو كل كلنا اكيد دولة. مشكوره الجاليه اللبنانيه بالبرازيل على الشيء اللي عم بتقوم فيه. شو كلمتك استاذ روجي حنا باسيل اليوم من ريو دي جانيرو لاهلك بالوطن الام؟ قبل كل شيء بقول الله يعافيهم وضل الوطن واقف للكل، ما عندنا تفرقه، نحن المغترب ما عنده تفرقه، لبنان كله من كل بكل حدوده 10,452 كيلومتر مربع هو وطن لبناني لكل لبنان. اي قبل كل شيء المغترب ما عنده صفه معينه. ثاني ما نقول انه نحن اخوه، نحن رح نضل حدهم، نحن بنحب لبنان، بنحب شعبه، وصحيح انه تغربنا، صحيح انه تركنا، بس لبنان عايش على جناحين، جناح المغترب وجناح العلي لبنان الأصيل الباقي عم بيقاوي، واثنيناتهم بيساعدوا بعض. هذا أهم شيء بنقوله، إنه نحن للكل ونحن موجودين للكل. وهلا راح نودي، هلا عنا حملات جديدة للتغذية، كل أنواع المأكولات، كل أنواع الحليب. السفارة الأصلية بسان باولو كمان اشتغلت كتير وودت كل الأغذية، يعني مودت 15-20 طن رايح اشياء كثيره. وبعد الحرب بعمل يعني بوجه هالكلمه انه بعد ما نخلص نوقف ونتراضى نتسامح، اعمار لبنان كمان رح نعمل حملات بالطونات لحتى كل بيت مهدم يجي مساعده من الاغتراب، كل بيت يعني نحن نقدر. نعم نحن بدنا نوجه لكم الشكر على كل شيء عم بتقوموا فيه. خلينا هيك، هذا واجب، هذا واجب إنساني، واجب وطني، واجب إيماني كمان. كل واحد مؤمن إنه هذا خيي عم بيتعذب أنا لازم أعرف حده. هذا من تعاليمنا، من أيامنا، نحن من أيامنا اللبنانية. هذا ما بدأ مدرسة، بتخلق معنا كل لبناني، بتخلق معه محبة الغير، إيمانه بالوطن. هذا كل شيء في اللي كاي يعني، وقلب مجروح انتبه. نحن منا مبسوطين، نحن ساعة بنرقد ومن ساعة عم نترك كل شيء. ما هين تجمعي الطونات، ما هين تجيبي دواء، تروحي على اللابوراتوريات كلها اللي بتصنع اللي بتعمل، عملنا طلبات ونعفيها من الضرائب، نطلب من الدولة تأمنهم ونرجع نوصلهم. تاخذ يعني تاخذ أشهر أوقات. نحن ببلد قارة، ما إنه بلد صغير، من دولة لدولة، من ولاية لولاية عفوا، لنأخذ هذه الأشياء كلها تيجينا المساعدات ونقدر نوديها ونوصلها. مثل ما ذكرت استاذ روجي حنا باسيل، عم بقول مثل ما ذكرت استاذ روجي حنا باسيل، يعني صمود اللبناني بأرضه كان له فضل كتير كبير في المنتشر اللبناني من أزمة كورونا لانفجار مرفق بيروت لليوم يلي عم نعيشه. كنتوا السند الكبير لأهلكم وأصدقائكم. أهلا وسهلا فيك، كنت معنا من ريو دي جانيرو. يعطيكم العافية وقبل اللقاء بوطن معزز ومستقل وبأحسن حالاته من دون هالإشي اللي عم نشوفه. هيدا مش من ثقافتنا، هيدا مش من ثقافة لبنان اللي عم بيصير بلبنان. خلينا إياكم. من البرازيل إلى فرنسا مع سلام صعيفان رئيسة جمعية كولكتيف ليبان فرانس كوت دازور، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك مدام جوزيفين، ميرسي على استضافتك. سلام من لبنان، من الشوف إلى فرنسا من 34 سنة، كان من السهل عليك تترك لبنان وتتأقلم بالخارج؟ كان صعب كتير، يعني كانت رحلة طويلة، بس الحمد لله كتر خير الله أنه كوننا عائلتنا هون ولا كبروا الأولاد هون، بس كبرناهم على محبة لبنان. كيف عايشين مع بعضكم كجالية لبنانية بفرنسا؟ منحاول ننظم حالنا. هلأ دايما بنجتمع، بنعمل هيك دي سورتي دي روندوني هايكينج ولا بنلتقى دايما. وهلأ بالنسبة للجمعية دايما بنعمل أكسيون منشان لبنان، خصوصا هلأ بهيدا الوضع.
عم ننظم كولكت لطيب الأطفال لنبعثهم على مستشفى الكارانتينا اللي بحاجة لأغراض كتير. حسب ما فهمت تياب الأطفال حديثي الولادة وللأمهات الحوامل. إكزاكتومون. حنحاول عم نعمل كمان كولكت مصاري لحتى نقدر نعمل كيت دو نوريسون للأم والمولود الجديد. نعمل لهم علب حليب كوش حفاضات للمدام للام كي دو ديجين والحمد لله في كتير قبول في كتير ناس عم يجيبوا لنا ثياب للاطفال والحمد لله الكولكت ماشي حاله كمان هلا ديجا حنبعت 1500 يورو على المستشفى ليقدروا يبدوا يشتروا حليب وفضط. بتحسوا سهل عليكم تجمعوا هالمساعدات؟ في تضامن مع هالحمله اللي عم بتقوموا فيها؟ يعني يمكن للاسف يمكن المشكله عالميه، الازمه الاقتصاديه عالميه، وصار في صعوبه شوي لحتى نحرك الناس. للأسف في لبنان يمكن كل سنة بيصير فيه مشكلة وبيصير فيه لازم نعمل كولكت ونقدر نحرك الناس ونحرك المشاعر. هالمرة يعني كيف بدنا نقول الناس كلها مع لبنان، بس للأسف يمكن كمان الأوضاع الاقتصادية شوي عم بتصعب الأمور شوي إنه للدوم. بس مش بالنسبة لتياب في تحرك كتير كتير قوي، وفي معنا كوليكتيف هون دو مامون حيعملوا فيد غرني ويعطونا الرعي تبع الفيد غرني للأسوسياسيون اللي نبعتها للبنان. إرسال المساعدات عم بيكون سهل أو في عرقلة؟ صعب كتير لأن نحن هلأ مثلا بدنا عم نعمل كوليكت ولازم نبعتها. للأسف شيء مكلف، يعني أمرار مثلا ندرسها أنه إذا بدنا ندفع الأنفوا أنه حرام نعطي المصاري دغري ديراك للمستشفى بيكون أحسن. عم نحاول هلأ أن نبعت شنط فيا الميدل إيست لأنه عم تاخد شنط إيمانيتاخ، فعم نحاول نظبط حالنا بهالطريقة أنه نبعت شنط بين جيستمون تياب و كونسومابل ميديكو، يعني أدوية وهكي قصص وبيبرون. عم بيكون في تعاون بين بعضكم كجمعيات موجودين بفرنسا حتى ما يصير في تضارب بنوعية المساعدات؟ نحن هلا حسب ما بنعرف انه في كتير عم بيعملوا كيت ليعطوا العائلات والمدارس والناس اللي راحوا على المدارس، فمش هناك اخترنا انه نختار انه نساعد المستشفى ديريكتومون بالنسبه للحوامل والبيبي. وديجا نحن عم نشتغل مع المستشفى من صرنا سنه، عملنا كمان حفله وبعثنا الراعي للحفله للمستشفى مستشفى الكارانتينا مع الله يرحمه الدكتور البروفيسور روبرت ساسي. ففي ثقه وفي تعاون دائم، منبعت أدوية ومنبعت مساعدات للمستشفى لأن بالنهاية هن بيساعدوا الكل، بيساعدوا الكل ويعني بكل الأطياف وخصوصا الناس اللي ما معه مصاري. إذا بدك توجه اليوم سلام سعيفان صرخة من الخارج لمين بتتوجهي؟ شو بتقول اليوم في ظل يلي عم بيعيشه لبنان وأهله؟ يعني الصرخة يمكن هي إنه لازم نرتاح بقى، انه نقدر نعمر بلد للكل، بلد بيحترم حاله بيحترم اهله مع جيش قوي والجيش هو يحمينا، ونقدر ان يكون بلدنا ان شاء الله مزدهر ويا رب تخلص المحنه على خير يا رب، ونقدر ان نعمر البلد اللي بنحلم فيه واللي بيشبهنا. كيف البلد اللي بنحلم فيه وبيشبهنا؟ كيف توصفيه اليوم؟ اللي بنحلم فيه اللي بيشبهنا هو بلد بيمثل الكل، البلد كل الشباب بيعرفوا انه فين يتكلوا عليه ويعطوا طاقاتهم، والهجرة للأسف هجرة الأدمغة توقف ويرجعوا كل الشباب على لبنان ويعمروا بهالبلد ويزدهر بكل شبابه.
شو خسرتي وشو ربحتي ببعدك عن الوطن الأم؟ شو خسرت؟ خسرت أنه عايش مع أهلي مع ماما كل هالأيام وإخواتي وكل العائلة. وربحت أنه يمكن طورت يمكن بتفكيري، قدرت التقى بناس كبروني وعطوني يعني experience، والحمد لله كمان تعلقت أكتر وأكتر بلبنان. يعني محبة لبنان ما بتصدقي قدي متغلغلة بقلبي، وإن شاء الله يعني ياريت كل الناس نفس الشيء بيفكروا بهالبلد وبيكبروا فيه وبيكبروا يا رب. أهلا وسهلا فيك سلام سعيفان، كنت معنا مباشرة من فرنسا. أهلا وسهلا فيك. مرسي مدام جوزفين. لهوني أصدقائي المشاهدين والمستمعين بتنتهي حلقة حكاية الانتشار اليوم. موعدنا الأسبوع المقبل بحكاية تميز جديدة بالخارج. We'll be right back.